فلذلك يجب أن نسعى إلى هذا الأمر، يعني إلى تربية الطلبة على تزكية، ويجب أن نسعى لحل هذا الإشكال أيضا إلى تعميق العلوم الشرعية حتى لا يظهر عندنا طلبة يحملون قشورا من العلم ويتصورون أنهم يعلمون كل شيء، أو أنهم يستهينون بالعلماء المجتهدين ولا يعترفون لهم بالفضل، وإنما نريد متمكنين في العلم يستطيعون بفضل الله تعالى وتوفيقه الوصول إلى درجة الاجتهاد، ومع ذلك يتواضعون، كما سئل أحدهم فقال لا أعلم، فقيل له أنت فلان، وهذا من أئمة التابعين، بعضهم يروي هذه القصة عن الشعبي، فقيل لا تستحي أن تقول لا أعلم وأنت كذا 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 كذا، فقال كيف استحي من شيء لم تستحي منه الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويذكر عن أحد من القصاص أنه جلس في موضع فقال سلوني عما شئتم بين السماء والأرض أجيبكم عنه، فقال له أحدهم ما لون كلب أصحاب الكهف، فما عرف، أراد أن يلقمه الحجر. وفي قصة أخرى بنفس يعني الإحداثيات أو كما يقال يعني الظروف، أن السائل سأل هذا المتعاطي العلم، ذكر قوله ذكر الله تعالى إبليس وأن الشياطين ذريته، واضح؟ ذكر الله تعالى في القرآن أن الشياطين هم ذرية إبليس، فقال هذا السائل لهذا المتعالم فمن أمهم؟ قال والله ذاك عقد ما حضرت ملاكه، ما كنت حاضر يوم العقد، يقول يعني في النهاية يعني أنت ما تحيط بكل شيء علم، فيعني ما تقول سألوني ما بين السماء والأرض أو سألوني عما شئتم في كتاب الله أجيبكم عنه، يعني هذا في كتاب الله فما بالك بغيري، كما ذكر عن أحد يعني أنه كان يدعي العلم أيضا، فقال له الأعرابي كم عدد فقار ظهرك، قال والله نعم ما حسبتها، فقال أنت ما تعلم ما في نفسك كيف تدعي أنك تعلم كل شيء.